قد ايه نيسان سنترا تختلف، ايه اللي بتختلف فيها عن باقي العربيات التانية في نيسان؟ احنا ما نقدرش نقول الاختلاف عن العربيات الاخرى في نيسان او عن نيسان تيتا. اللي انا اقدر اقوله ان دي النهارده احنا بنستكمل النهارده الموديل لاين اب بتاعي. احنا النهارده بنستكمل النهارده اللي انا اضيف حاجه فريده وحاجه جديده اللي بيها نقدر النهارده نلبي طلبات الكاستمرز بتوع شركه نيسان. احنا نجحنا الحمد لله اللي احنا بالعربيه الصني اللي احنا قدمناها في خلال شهر 6 2012، ودي كان بعد فتره بسيطه جدا 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 من قيام ثورتنا المجيده في 2011. احنا خدنا قرار مع الشركه الام في اليابان اللي احنا يتم ضخ الاستثمارات اللازمه علشان نقدر اللي احنا نقدم العربيه الصينيه. زي بالظبط بيجي النهارده بنقول ان شركه يابان نيسان في اليابان تبتدي النهارده تستكمل المسيره بتاعتها، وبرضه تستكمل حجم ضخ الاستثمارات اللي بيها النهارده بنستكمل الايه الجزئيه اللي احنا نشبع ونلبي طلبات المستهلكين بتوعنا. بقى عندنا النهارده زي ما بنقول في خلال الشريحه اللي موجوده بالنسبه للعربيه دي، في موجوده العربيه الصني، وبعدين تليها العربيه الاكبر منها اللي هي العربيه السنتر اللي موجوده. عربيتنا السنتر النهارده اللي احنا بنقدمها، في فئتين، في فئه ب 139,900 وفيها اخرى ب 149,900. طيب ليه الزبون المصري بيفضل دايما العربيه الياباني؟ يعني يا ريت حضرتك تقول لنا. اعتقادي طبعا ان مستهلكنا لما بيجي ياخد قرار بياخد قرار على تجارب، ما بياخدش قرار كده او بيحب يجازف. فالنهارده علشان الاتجاه لل ما تم تصنيعه في اليابان او ما تم النهارده يعني تقديمه من دوله اليابان، فده معناها النهارده ان في ثقه كبيره جدا جدا في المنتج الياباني، وده اللي احنا بنشوفه النهارده. علشان كده المستهلك بتاعنا النهارده اذا كان بيحب معناه ان هو جرب العربيه، بغض النظر اذا كانت دي تحت براند واحد ولا براند اثنين ولا براند ثلاثه، لكن في الاخر خالص ادي النهارده ياخد الثقه اللازمه اللي بيها يقدر النهارده يفضل المنتج الياباني على المنتجات الاخرى. طيب بالنسبه لسوق السيارات حضرتك شايف ان شاء الله السوق في الفتره الجايه هيبقى عامل ازاي؟ والله احنا عندنا امال كبيره جدا. احنا يمكن في الفتره الاخرانيه دي احنا كنا يعني بنناشد المسؤولين اللي احنا يعني لحد ما علشان في خطط طموحه جدا بالنسبه لنيسان اليابان اللي هي تقدر النهارده تستثمر. زي ما حضرتك شفت احنا في خلال يعني 3 سنين قدرنا نضيف منتجين جداد في شهر زي ما كنت حضرتك 6 2012 والنهارده 10 2015، ودي حاجه تبسطني جدا جدا لما انت تتذكر شهر 6 وشهر 10. شهر 6 له ذكرى عندنا كويسه جدا لدوله الثوره، امتداد ثوره يناير 2012، وشهر اكتوبر ده الشهر العظيم بتاعنا كلنا لابد ان احنا نتذكر اكتوبر 73، وبالتابع ان احنا نكون منزلنا صني في شهر انتصارات، ونزلنا السنترا نتوقع ان شاء الله كده تكون كلها شهر انتصارات. اعتقادي الشخصي النهارده بالنسبه ان احنا اولا بصفه خاصه اللي انا شايفه هيكون ان شاء الله الفتره الجايه شطره مشجعه ان احنا نقدر باذن الله نضخ استثمارات جديده ونقدر نضيف منتجات جديده ان شاء الله للسوق المصري. ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا جزيلا جدا.